السلام عليكم ورحمة الله. أنت وحنا واحد عندنا إن واحد دي دول غير كفلنا إن هالك نوصل ويسي أنا يوم دي سيد لما نوصل وي أنا يوم الحين هسات ويست قصيرة حلو عنه هيا واحد القوي معنا إن حوي أشغال قدي لو أنا ما لو سعتي إن الصباح جرو وحنا باقي لو أنتلو لو ده نعوه وحلا قاعدنا إن لو تهدي له هذا هالك إنه حنا كتير إن أيوه لو ده أصلقاتهم خليه أنت وحنا طوائن ومضى أنت بركة علينا أي دكان كي كتجي نقول لك خصوصا وضعنا وحرجينا إن شاء الله لازم نعو إن سأقرأ بعدونه إن خنتي ألنتان حل قال حل جود أنت ولا قاعد تقول مرقوا ما سنتين وحل الشيء قال دونا حد له هذا ما لحظة إيوه إذا كان خجوجي وصل السن دونا وحسوقنا وحين عدو قدي إيوه وحين عدكرين إن يهدي له بريتو سو قال إنه هذا قال خير لا والله وأنا إن شاء الله رجينا إلى أنت أسقط معطو أنا موافقة ورنتي موافقة جود لجارو أنتان قال خير وحدومي سمعنا لنا حدوم تاي وما قالوا رنتي سامي بدنا نقوله دلك سياسة دي سي إيو يأمن بيسنتو مركو رجينا إن شاء الله إلى إنه أفرسي قدم شدة عن كهذا لي بهيد إن نود إن مركو علاد علاد ولن لقوا في هذا نحن نلعب معه إن إذا مدة إيو حكينا كنا رنتي دلوفا حكينا كنا إن تقال وسهل قلناه إنه ماشى لغة سارو، إن جود لغة سارو، قال حاجدي ماشى عن لفقة كيانتي، إيوه، إن ده في بركة عايز، أنت لو إن عايز كشقة ينسي لو سألنا، مركة أنت أصلا تجينا إن شاء الله إن موافقوا به اللي قالوا، أننا هدي له إلى دوجوبنا أنت أنت نصاف جري أو ما تنتين.